السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا في احسن حال يا رب ان شاء الله. من غير ما اطول عليكم، اخينا دافينجي رجع بتراك اسمه دوبامين. طبعا من غير رغي كتير هنخش دلوقتي نعمل رياكشن واقول لك رأيي. يا ريت قبل ما ابدأ لايك سبسكرايب شير، عايزين نكبر القناة يا رجالة، نوصل 2000 مشترك قبل نهاية السنة دي بإذن الله. بس ومن غير كتر رغي كتير وكده، انت دلوقتي هتنزل تخبط اللايك وهنخش على الرياكشن. انا مش هكمل الرياكشن لما تخبط اللايك، انزل اخبط اللايك دلوقتي يا صاحبي. يا صاحبي حرك شوية ايدك يعني، يا ساعد اخوك، مش فيهاش حاجة يعني لما تنزل تخبط لايك. ايه اللي حصل؟ خبطت اللايك؟ طب ماشي يعني، انت بتقول ايده وجعتني يعني، مش فاهم بصراحة. الولد لازم يهدى، الولد اهو شوفوا حضراتكم الولد يعني بس الله الله يلا يا رجالة من غير ما اطول عليكم، يلا بينا على الرياكشن. يلا دافينجي دافينشي دوبامين، روح يا صاحبي. I'm sick I'm sick. في فيديو كليب كمان. الشكل الفيديو كليب حلو يعني، لو تاخد بالك التقطيع والحاجات دي والدخلة، جايب لك الكاميرا كده بالعرض. في كلمات، مش تقول لي ان في كلمات يعني. انا نسيت يا صاحبي، انت مش تفكرني، ما جبنيش انا الحاجات دي. مجانين، كله مجانين كله مجدين، كانوا مساكين بقوا شياطين. سامعين التقسيمة؟ الدوبامين. لو محدش يعرف الدوبامين، الدوبامين ده هو الهرمون الرئيسي المسؤول عن السعادة في جسمنا يعني، فاهم؟ هو يعني عامة مسؤول عن السعادة. كمل يا صاحبي. وبيقول لك انا زي الدوبامين. باسبور مدقوق في الفيزا، ما قصدي اغيظك يا فقير يا معدوم. حس انه قصدي يقول كده. حلوة هنا الورد بلاي، هنا اللي هو حاسس ببعض القلق فهقرا سورة الفلق. حلوة يعني. هو عامل حاجة ليها علاقة بال يعني، هو ايه، عامل لك حاجة فايب كده، فاهمني؟ انا فوق لا انت حسب ناسا، انا جوس انا ناسا. كيف السلاسة؟ ما في بلنتي، العب تماسك اتماسك يعني، تماسك وتماسك. جود وورد بلاي. البيت جامد، البيت جامد قوي. سامعين انتوا اللي هو بام 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 بام، اللي هو الميلودي جامده. اهوسه جامده. شوت اوت للي عامل البيت. الجميل ان هو جايب لك موضوع الدوبامين وبيقول لك انا زي الدوبامين يعني، انا اللي فاهمني، انا اللي بأثر في مودك السعاده ادمان يا مان، ادمان يا مان. كلهم مجانين، كلهم مجدين، كانوا مساكين بقوا شياطين. عجباني عجباني بصراحة. تلعب على مين؟ جامد البيت وال ده، هو دماغه حلو الواد ده منجي يعني. لحد دلوقتي سمعت له كذا حاجة، لا دماغه حلوة، بيعرف يجيب هتات الواد بصراحة. اللي بعده ده اللي خلص هنا الرياكشن. لايك 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 طبعا.
سبت كومنت كتبت كلهم مجانين تحية من مصر، يا ريت لو شفت الكومنت ده في اي حتة تبقى تعمل له لايك وتنزل في الريبلاي عليه، تكتب لي الاغنية اللي انت حابب نعمل لك عليها رياكشن الفترة الجاية دي باذن الله. بس يا رجالة زي ما انتوا شفتوا دافينجي دوبامين تراك فايب تشغله بقى وانت ايه ماشي كده عايز تسلطن فاهمني، رايح مشوار فتحط السماعات وتشغله فاهمني، اللي هو تراك مودي كده ما فيهوش حاجات كتير تتحكي، بس هو تراك مودي كده يعدل لك مودك يظبط لك القعدة. بس يا رجالة دي كل حاجة عندنا النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبك، لو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب، الحاجات دي بتفرق معايا جدا وبتكبر القناة وبتخلي التفاعل يزيد على القناة، وانت حابب تساعدني واظن يعني ان انت راجل خير ومحترم وهتنزل دلوقتي تعمل لايك واشتراك. بس دي كل حاجة عندنا النهاردة، اشوفكم على خير الفيديو الجاي، سلام.